2015 365 يوم مروا بحلوهم ومرهم، ودوما بتوقع الإنسان في نهاية كل عام الأفضل خلال العام القادم. هنا سنرصد أهم الأحداث التي مرت على الأردن وبالعالم العربي والعالم أجمع خلال عام 2015. بدأ العام على وقع الحزن الأردني الكبير حين ارتقى الفارس الأردني الطيار معاذ الكساسبة شهيداً على يد إرهابي عصابة داعش. عام 2015 كان من أكثر الأعوام دموية، حيث حرق الإرهاب الذي لا يمت لأي دين بصلة أكثر من منطقة في العالم. كانت أعنفها هجمات باريس العاصمة الفرنسية، وفي تونس واليمن والسعودية ودول إفريقية. فيما استمر السوريون في فقد الإنسان حتى وصلت أزمتهم كلاجئين إلى أوروبا وكندا وأمريكا، وبقي الأردن الحضن الدافئ لهؤلاء الأشقاء. وفي ذات الوقت استمر الإرهاب يأكل العراق. فيما لا يزال الاحتلال يغتصب فلسطين المحتلة كما هي عادته منذ 67 عاماً، ما أدى لانطلاق انتفاضة القدس الثالثة التي عمت الأراضي الفلسطينية المحتلة. عدد من الأسماء البارزة من مختلف الأصعدة رحلت عام 2015، من أهمها خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الملك عبد الله بن عبد العزيز، وسمو الأمير راشد بن محمد بن راشد المكتوم الابن الأكبر لحاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد المكتوم، إضافة لرحيل الأمير السعودي سعود الفيصل أكثر وزير خارجية دام على كرسيه في العالم. أما على الصعيد الفني فرحل عن السينما المصرية أميرها نور الشريف. شوفي أنا لما جوزتك جوزتك لوحدك، مش جوزتك ومعك أبوك وأمك. وسيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة. من فضلك الطيارة اللي جاية من جنيف توصل الساعة كام؟ والعملاق العالمي عمر الشريف. اللهم إني أسألك حبك وحب عملي وقربني إلى حبك. والفنان سامي العدل. طريقنا يبقى واحد، طريقنا يبقى واحد، فلوسنا تبقى واحدة. I've forgotten how we felt before the world fell at our feet. There's such a difference. أبرز الفيديوهات مشاهدة عبر موقع يوتيوب كانت للفنانة الإنجليزية أدل بأغنيتها هالو، والتي فاقت مشاهدتها 780 مليون مشاهدة. أنت معلم وإحنا منك نتعلم. أنت معلم وإحنا. عربياً وصلت مشاهدات أغنية المعلم للفنان المغربي سعد المجرد 225 مليون مشاهدة. شهدت هذه السنة العديد من المواقف الطريفة، من أبرزها ما حدث مع الفنان الإماراتي حسين الجسمي الذي تعرض لموجة كبيرة من الانتقاد والسخرية بعدما تم ربط أغانيه ببعض الأحداث السيئة والكوارث التي حصلت في عدد من دول العالم. فيما لا ننسى الفستان الذي تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في حيرة لمعرفة لونه إن كان أزرقاً أو أصفراً. وأخيراً الخطأ في تتويج ملكة جمال الكون في نهاية العام. محلياً ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات ومقاطع الفيديو لنظام الإنذار المبكر الذي أطلق أول رسائله التحذيرية في عمان خلال موجات الثلج والصقيع التي شهدتها المملكة والمنطقة مع بداية العام. ننتقل لأهم ما شغل وسائل التواصل الاجتماعي عالمياً ومحلياً وتشكلت بالهاشتاجات التالية: هاشتاج معاذ الكساسبة في فترة استشهاد الطيار البطل معاذ الكساسبة، وهاشتاج الأمير علي للفيفا في وقت ترشح سمو الأمير لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد جوزيف بلاتر، وهاشتاج عمان تغرق خلال بداية الموسم المطري مع شهر تشرين الثاني أواخر العام، وأيضا هاشتاج حرق الرضيع عندما أحرقت نيران المستوطنين الرضيع الشهيد الفلسطيني علي دوابشة بينما كان في بيته بقرية دوما جنوب نابلس، واستشهد على إثر ذلك هو ووالده ووالدته، بينما لا يزال شقيقه أحمد يعاني الحروق وفقدان عائلته بأكملها. نتمنى أن يعم السلام في جميع أنحاء العالم. ألا أبو حمدة، رؤيا